بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم راح نبتدي في حل تمارين المحاضرة الثانية اللي كانت تتكلم عن internal forces and beams، القوى الداخلية في الجسور. نشوف المثال الأول. Determine the internal forces in a point A and points A and B for the beam shown. عندك جسر مثل ما انت شايف simply supported بسيط عليه ثلاث قوى مركزة 60 كيلو نيوتن إلى الأسفل و 50 كيلو نيوتن إلى الأسفل و 80 كيلو نيوتن ثبت 80 كيلو نيوتن هذه شنو؟ مايلة ماشي؟ والمسافات عندك 5 و 2 و 3 و 5 و 2 و 3. المطلوب أنه يبي يعرف القوى الداخلية في النقطة A ويبي في النقطة B. يبي يعرف القوى الداخلية، شنو يقصد بالإنترنال فورسز؟ يبي يعرف الـ N والـ V والـ M في النقطتين A و B اللي وريتك إياهم هنا على الرسمة. طريقة الحل مثل ما أنا شارح بالفيديو السابق أو بالفيديو اللي موجود على اليوتيوب، طريقة الحل تبتدي عادة أنك تقص بالمكان اللي أنت تبي تطلع فيه القوة الداخلية هذه. تقص الجسر، تفصل الجسر إلى قطعتين، قطعة يسار وقطعة يمين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنك تطالع بعينك مبدئيا تشوف أي القطعة اللي أسهل أنك أنت تتعامل معها. هل راح تتعامل مع القطعة اليمين أم اليسار؟ أنت راح تقص عند الـA مثلا، فهل راح تتعامل مع الجسر من الـA من اليسار للـA اللي هي أول 7 أمتار، أو راح تتعامل مع الجسر من الـA إلى نهاية الجسر؟ يعتمد في وايد عوامل، ما تقدر تقرر كذي. يعني إذا قلت لي اليمين راح أقولك ليش، وإذا قلت لي اليسار راح أقولك ليش، ولازم يكون ردك منطقي ماشي. فأول شيء راح نسوي إنه إحنا راح نقص، أنا قاعد أقولك الخطوات كلها. بعدين قررنا إن إحنا نأخذ جزء سواء اليسار أو اليمين. بالجزء هذا لازم الشغلات المجهولة فقط هي القوى الداخلية، أي شيء ثاني مجهول لازم تكون أنت مجهزة من قبل لا تكمل حل. فمثلا إذا أنت قصيت عند الـA هني زين، وقلت أنا بشتغل على الجزء هذا، فشنو راح يطلع لك؟ راح يطلع لك هذا، وفي قوة هني 60، وفي عندك رياكشن هني ورياكشن هني، وعندك هني N و V و M بهالشكل. هذول شنو؟ مجهولين أو مجاهيل ولا تعرفهم؟ هذا اللي أنت تبي تحله، هذا تبي تطلع هذول. الستين هذه كاهي، هذه الستين كاهي تعرفها. باقي لك هذول الاثنين، هل تعرفهم؟ معناته ما تقدر تحل لين ما تطلع هذول. شلون تطلع هذول؟ هذول رياكشنز صح ولا لا؟ شلون كنت تحسب الرياكشن؟ هل تطالع القصة هذه بس ولا تطالع الجسر الأصلي؟ فترجع للجسر الأصلي وتحل الرياكشنز هذول، تطلع الرياكشنز هذول ماشي. وهني يبين عاد منو اللي كان سريع بحل الرياكشن ومنو اللي فاهم الطرق المختصرة حق حل الرياكشن. يعني أنا الحين عرفت أن أنا مثلا راح أخذ الجزء هذا، من أول ما أشوفه أشوف أن هذا مجهول عند الرياكشنات، فالحين لازم أرجع حق السؤال الأصلي وأحل الرياكشنات هذول الاثنين بس، اللي هو مثلا هذا وهذا. تمام؟ لما تبي تطلع هذول الاثنين شلون تطلعهم؟ هذه الطريقة حق واحد ما يبي يفكر، اللي يقول أنا أطبق سيجما فيك سيجما فاي سيجما أم بغض النظر عن الترتيب اللي اتفقنا عليه المرة اللي طافت. هذا حق واحد ما يبي يفكر. أول شيء شوف القوة دكتور، أي قوة؟ لا لا لا، أنا أدري أنا أدري إن أي قوة موزعة راح تركز. إحنا متفقين على الكلام، أنت كبرت على هالشيء. أي قوة موزعة لازم تركزها، وأي قوة مايلة لازم تبطلها. أنا أدري إنك تعرف هالشيء. لا الحين عقب ما بطلت هذه مو راح تبطلها واحدة هني وواحدة كذي،
كوساين وساين. زين انت تبي تطلع هذول صح ولا لا؟ في واحد منهم راح تطلعه من غير حسابات بعينك تقدر تعرف الاكس ايش راح يساوي الاكس؟ ليش؟ ليش ليش ما في قوه افقيه؟ واللي بطلتها هذه انا شنو؟ غلطه مثل هذه تنسف السؤال كله. لا احد يزعل اذا شاف صفر بدرجه السؤال، لانك انت انا قاعد اقول لك القوه مايله، انت تقول لا دكتور القوه مو مايله وانا بحل على اساس انها مو مايله، اقول لك خلاص تاخذ صفر بالسؤال وان شاء الله تعوض بسؤال ثاني. فغلطه تافهه مثل هذه تطير السؤال كله. لا تيجي تقول لي دكتور انا حليت وشوف لي اخر شيء، بس جت على هالغلطه اقول لك ايه الغلطه هذه، انا دشيت مطعم وطلبت طبق معين، انت جيت وكلتني على كيفك ادفع لك اكل واشبع، لكن شنو ما اعطيك ولا فلس لان انت وكلتني على كيفك مو على كيفي صح ولا لا؟ فاول شيء ثبت ان هذه القوه هذه ما تساوي صفر. ليش؟ لان انا عندي هني قوه مايله، هذه القوه المايله راح تبطل لها واحده من المكونات او الكومبوننتس في اتجاه الاكس ورايحه يسار. عاد مهمتك هذه كوساين وساين هذا شغل استاتكس مو عندي، فهذه مو صفر، فهذه طلعتها بالعين. زين هذه شلون تطلعها؟ خطوه واحده. فكر شلون تطلعها بخطوه واحده. شباب انا قاعد اضيع وقت بهالمثال لكن راح اركض بالامثله الثانيه، لان اليوم تدرون عندنا كويز. شلون اطلع هذه بخطوه واحده؟ شو اسوي؟ بخطوه واحده يعني بمعادله واحده، ما في داعي ان احل ثلاث اربع معادلات. انا بيطلع هذه انزين، انت ما تبي تطلع بخطوه واحده، شلون تطلعها؟ بالمومنت. اي مومنت؟ شنو يعني ايش تكتب؟ قول لي. ام بي ام بي ما في شيء عندي اسمه ام بي، طالع عدل. نكتب مومنت بي. ما عندي شيء اسمه، انا قاعد اقول له ما في شيء اسمه ام بي، انت قاعد تقول لي المومنت بي، اقول لك ما في شيء اسمه المومنت بي، قولها صح. سيجما ام بي. سيجما المومنت حوالين النقطة بي يساوي صفر. اذا طبقت هذه شو اللي يطلع وياك؟ شنو اللي يطلع وياك عقب ما تطبق هذه؟ الاي واي اللي هي هذه، هذه كم خطوه اللي انت سويتها الحين كم خطوه؟ خطوه. وانا مش قاعد مو سالتك قلت لك تطلعها بخطوه واحده، بس قول لي اطبق معادله المومنت ادور حوالين النقطه بي، لان اللي راح يسوي سيجما اف واي وراح يرد يسوي سيجما، ممكن يسوي سيجما ام حوالين الاي وبعدين يرد يحل سيجما اف واي مره ثانيه علشان يطلعها، راح يكتشف انه اقول له سلم الورقه وهو للحين ما بلش حل السؤال. المطلوب منك الانترنال فورسز، تذكر الانترنال فورسز ما راح تاخذ درجه على الرياكشنز، فلازم تعرف تطلع الرياكشنز باسرع طريقه. انك تطلع الرياكشنز تبي رياكشن معين خاصه العمودي مثل هذا، دور حوالين المكان اللي اثر عليه الرياكشن الثاني. تبي هذا دور حوالين انه مكان اللي اثر عليه الرياكشن الاول. عندك وقت سوي اللي تسوي، بس انا قاعد اعلمك الطرق مختصر لان قدام بالكورس راح تلاقي ان خطوه الرياكشن خطوه من ثمان خطوات حق حل السؤال. فانت تبي توفر بالثانيه، ما تبي توفر دقيقه ولا دقيقتين، تبي توفر بهم ثواني تبي توفرها. واضح الكلام؟ فانت الحين مطلوب منك ان انت عقب ما تقص لازم توجد كل المعلومات اللي ناقصه على الجزء اللي قصيته. فانا الحين هذا الفري بادي دياجرام، طبعا عقب ما تبطل هذول راح تكتشف ان الحل مالك هذول الرياكشنات ملوتك حق النقطه A وهذا الرياكشن حق النقطه B. واحد يقول ليش ياب الرياكشن مال النقطه B؟ هل يحتاجه؟ لاحظ ان احنا ما حددنا لما قصينا، ما قلتوا لي للحين اخذ الجزء اليمين ولا الجزء اليسار، انا بحل النقطه A، فانا لما اقص عند النقطه A ادرس الجزء واحد ولا الجزء رقم اثنين؟ واحد.
اللي يقول يدرس الجزء واحد يرفع ايده. انزين، واللي يقول لا ادرس الجزء رقم اثنين. انزين، اللي ما رفعوا ايدهم، ليش ما رفعوا ايدهم؟ ما تبي تدرس واحد ولا اثنين؟ كيف يعني؟ يا واحد يا اثنين. واحد اسهل. شو اللي يخليك تقول اسهل؟ ما في لغة واحدة. بالضبط، الجزء هذا لو طالع في رياكشنين وفي قوة واحدة، لكن الجزء هذا في قوة مايلة، فيها ساين وكوساين، وفي قوة هني وفي قوة هني، فأكيد التعامل مبدئيا مع هالجزء أسهل. فلما نقص ناخذه، هل معنى هذا إذا خذيت أنت الجزء هذا ما راح ينحل السؤال؟ ينحل، لكن حله مو أصعب، أطول. وكل ما يطول الحل كثر ما مجال أنك تغلط يزيد. فأنت تبي توفر وقت وتبي تحل بطريقة بحيث أنك أنت تقلل كثر ما تقدر نسبة الأخطاء. فعلشان كذي راح نقص وناخذ الجزء اليسار. عقب ما قصينا وخذينا الجزء اليسار وحطينا كل المعلومات اللي ناقصتنا قبل لا نحط القوة الداخلية، واتجاه القوة الداخلية مشروح عندك في الفيديو السابق. زين، الاتجاه كالتالي: القوة الداخلية الفي إذا طالعت الجزء هذا إلى الأسفل، والقوة إن إلى اليمين، والمومنت عكس عقارب الساعة أو موجبة. زين، هذول هم الثلاث مجاهيل. عندي ثلاث مجاهيل، وعندي أنا أصلا من أيام الاستاتكس عندي 3 equations، ثلاث معادلات، اللي هي سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما ام. لا تخربط بين سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما ام لما تحل الرياكشنز ولما تحل هذه. ترى هما نفس المعادلات، لكن هناك تكلمنا لا حل اكس بعدين ام بعدين واي. هني ما راح تفرق وياك، تحل الاكس اول ولا الواي اول ولا الام اول، بالنهايه كل معادله راح يعطيك جواب. فلما اسوي سيجما اف اكس راح الاقي ان سيجما اف اكس تساوي صفر. اذا سيجما اف اكس تساوي صفر راح اكتشف ان الأربعين رايحه يمين يعني موجبه، زائد الان رايحه يمين يعني موجبه، 40 زائد ان يساوي صفر. اذا الان شو تساوي؟ سالب 40، وهذا الجواب الاول. اللي بعدها سيجما اف واي تساوي صفر، راح الاقي هذه صاعده لفوق اذا موجبه، ناقص 60، شوف زائد ناقص 60، زائد هذه مالت السيجما. تقدر تقول ناقص 60 على طول كيفك. زين، او ان تحط الناقص 60 مثلا بين قوسين كيفك. انا هذه بس علشان انبهك ان ترى انت قاعد تجمع القوة، اللي صاعده لفوق موجبه واللي نازله لتحت سالبه. فسالب 60، وبعدين الفي، شوف الفي وين رايحه؟ تحت. اذا سالبه يساوي صفر، ولما تحل المعادله هذه الفي تطلع عندك 32.14 كيلو نيوتن. الأخيرة سيجما ام حوالين الـ A تساوي صفر. ليش أنا نقيت الـ A؟ أبي أدور حوالين النقطة اللي أنا قصيتها. أول شيء تسويه لما تدور حوالين النقطة اللي أنت قصيتها، نزل في المعادلة المومنت المجهولة هذه عشان لا تنساها. نزلتها أنا ام، هذه المومنت هذه موجبة ولا سالبة؟ موجبة. شوف موجبة، خلصت؟ نزلتها، ما نسيتها. الحين تروح تشوف كم قوة تدور حوالين النقطة A، كم قوة تقدر تدور حوالين النقطة A. طبعا الفي هذه كأنها مرة بالنقطة A، والإن كأنها مرة بالنقطة A، فما ما تحسبهم. ثنتين اللي هما 60 و92.14. شفت هذول الثنتين؟ لابد ان تضربهم بمسافة الدوران اللي هي ذراع الدوران. للترتيب روح حق اخر قوة هني وسوها اول، بعدين امشي بهالاتجاه، يعني ابتدي بهذه، لان اخاف يكونون في قوة وايد هني، تسوي هذه تسوي هذه تسوي هذه وتنسى واحدة. فانت تبلش باخر واحدة وتروح لليمين علشان مثل ما تقول تأكد انك انت سويتهم كلهم. ف 92 ضرب 7 اللي هي الخمسة والاثنين، تمام؟ ودوران النقطة هذه موجب ولا سالب؟ هذه القوة قاعدة تدور حوالين هذه،
قاعد تدور بهالشكل صح؟ إذن سالبة. ليش سالبة؟ لأن إحنا قايلين أي قوة صاعدة موجبة، أي قوة رايحة يمين موجبة، وأي دوران بهالشكل موجب. فالدوران اللي طلع لي من القوة هذه 92 عكس اللي أنا فارضه، فإذا هو سالب. كاهي السالب. زائد، الزائد من يذكرني مالت شنو؟ مالت سيجما، مالت السيجما. داخل القوس القوة ضرب المسافة. زين؟ القوة الثانية 60. المسافة ما بين الستين والنقطة ايه؟ 2 متر. فالدوران يكون 60 في 2. هذا الدوران هل هو موجب ام سالب؟ موجب. الدوران هذا قاعد يدور بهالشكل، وهذا نفس الاتجاه اللي انا افرضه حق الدوران الموجب. اذا موجب 60 ضرب 2. اذا حليت المعادلة هذه راح يطلع عندك الام هذه قيمتها، وبكذي خلصت النص الاول من السؤال. النقطة A. اني نشوف النقطة B. النقطة B كاهي. اتوقع لما اقص عند النقطة B ادرس الجزء اليمين ولا الجزء اليسار؟ اليمين. لانك اذا خذيت اليسار راح اتعامل مع هذا وهذا وهذا، لكن اذا خذيت اليمين راح اتعامل بس مع هذا. فتاخذ الجزء اليمين كاهو. زين؟ وبعدين تنزل عليه القوة الداخلية. لاحظ اتجاهات القوة الداخلية عكس اللي توني أنا فارضهم، لأن هذا الاتجاه الآخر. الحين هل القطعة هذه جاهزة ولا لا؟ إن أسوي عليها سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما ام. شلون تعرف؟ شوف القطعة هذه قبل لا تطبق سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما ام عشان تجيب القوة الداخلية هذه، شوف القطعة نفسها، هل على القطعة قوة موزعة؟ ثلاثة أسئلة سأل نفسك. زين، أول شيء هل في قوة مجهولة غير الثلاثة اللي أنت تبيهم؟ لا، معناته أول شيء تمام. هل على القطعة قوة موزعة؟ لا، لأن إذا في قوة موزعة على القطعة لازم تركزها. زين، هل على القطعة الحين هذه قوة مائلة؟ إذا كلها لا لا لا، معناته القطعة هذه جاهزة أنك أنت تطبق عليها سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما. واضح؟ فأروح سيجما اف اكس يساوي صفر. لاحظ ان الان رايح يسار وما في ان ثانية، ما في اي شيء ثاني في اتجاه الاكس، فالان راح تساوي صفر. واذا سويت سيجما اف واي الفي صاعدة لفوق وصاعدة معاها منه 8 اللي هي 87.14، ثنتين مصاعدين يساوي صفر. لما احل هالمعادلة يطلع عندي ال V يساوي سالب هذا الرقم، ولما أحل بعدين سيجما M حوالين النقطة B، لاحظ أول شيء أسويه أنزل ال M اللي هي هذه، بس انتبه شنو هذه؟ لأن ال M هذه بهالشكل سالبة. تمام؟ زائد شنو في قوة الدور؟ طبعا قلنا ال N ما تدور، وهذه ما تدور، هذه الوحيدة اللي تدور، وذراع الدوران مالها أو ذراع القوة 3 أمتار كاهي، والدوران هذا موجب، لأن هذا الاتجاه الموجب اللي أنا دائما أفرضه. لما أحلها راح يطلع عندي 261.42. قول 40 كيلو نيوتن على محور إكس فيها منافسة لو كانت المصاب الثاني على محور إكس. لا، الأربعين هذه انتهى دورها عند شفت الثمانين المايلة، كنسلتها خلاص، فيختفي مفعولها. طيب لو كان ما في 80 نقطة، ما في 80 شنو في عيل؟ يعني لو كانت هاي النقطة بي، أنا أنظف السؤال. لو كانت هني، لا هاي النقطة بي نفسها الإكس ما النقطة بي، يعني شنو اللي مر عند النقطة بي؟ يعني القوة المايلة الرأس مالها على البي. أوكي، تبطلها وتحطه مني مع هذول. صرنا معها. يعني هذه الرسمة شكلها شوي قبيح، هذه الرسمة الأصلية عليه بعد وياها هني في قوة ثانية نازلة وقوة ثانية كذي، بس هذه أرقام مو رموز، أرقام. تمام؟ طبعا نادرا أنت ما تبي تعرف عند النقطة هذه اللي عليها، ترى يصير هني شغلات غريبة. عند النقطة هذه
قبلها بملي عندك معلومة، عقبها بملي عندك معلومة، عندها المعلومات متضاربة. يصير شيء، بس إن إحنا يهمنا بالنهاية راح تشوف قدام إن الهدف من هذا كله لما أعلمك علشان تشيك لي على شغلة. أنا إيه أقول لك؟ الجسر اللي قدامك هذا مثلاً يبون يحطون عند النقطة بي شيء لازم يتحمل قوة قص مثلاً 60 كيلو نيوتن، هل راح يتحمل ولا لا؟ فأنت تروح تحسب قوة القص اللي هي الفي عند النقطة بي، إذا طلعت أكبر من 60 معناته الجسم ما يقدر يتحمل، أقل معناته كذي. زين، مثال الثاني، عندي الكنتليفر هذا ومطلوب عندي A و B، يبي هذا وهذا، نفس الشيء راح أقص عند الA، بعينك قصيت عند الA، تأخذ الجزء اليمين ولا الجزء اليسار؟ مو نفس الشيء. السؤال هذا ينحل بطريقة سهلة وبطريقة أطول. إذا خذيت الجزء اليسار تقدر على طول تطبق المعادلة والثلاث معادلات علشان تطلع القوة الداخلية، ولا تحتاج تسوي شيء؟ لازم تطلع الرياكشن. إذا خذيت الجزء اليسار لازم يكون عندك الرياكشن، لكن إذا خذيت الجزء اليمين ما تحتاج الرياكشن. اليمين لميزة وعيب، اليسار لميزة وعيب. اليمين ميزة أنه ما في رياكشن لكن لويا في شغلات ثانية، واليسار ما في شيء غير الرياكشن. فكيفك، كلا الحالتين أنت ممكن تحل باليمين أو اليسار وتطلع نفس الحل إذا أنت كنت يعني قاعد تحل طريقة صح. هذا الجسر بعد ما طلعنا الرياكشن، فإحنا هني راح ناخذ الجزء اليسار. زين، شنو الثلاث أسئلة اللي تسألهم نفسك قبل لا تطلع القوة الداخلية؟ في قوة موزعة، وجاوب يلا. تمام، ما في قوة نحللها، ما في قوة مائلة. مائلة، أوكي. والثالث؟ الثالث ما في مجاهيل غير اللي انت تقعد تدورهم الثلاث، يعني ما في رياكشن ناسي، يعني هذا القصد. تمام، هالكلام صحيح، وهذه الاتجاهات راح اطبق سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما ام على هذه القطعة. لاحظوا ان انا قاعد اسرع بهذه، ليش؟ لان كلام معاد. الترك الجديد في السؤال هذا عن السابق ان انت شفت القصة عند الاي تقدر تحلها هني وهني، لكن هني ما في رياكشن وهني في رياكشن. انزين، الحين ابي عند البي، ابي عند النقطة بي، ثلاث اسئلة قولوهم. ما في مايلة، وما في موزعة، وما في مجاهيل غير القوة الداخلية. حل سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما ام. واضح الكلام؟ للحين في سؤال على اللي قلته؟ دكتور انا اشوف انه اسهل لو ان الاي نقطة اي اخذنا اتجاه اليمين. كيفك، شيء راجع لك انت تشوفها، انت تشوفها اسهل، غيرك يقول له ما بي انا زين اعرف اطلع رياكشن بسرعة، ما تدري. طيب الاسرع مع الحل انت راح تعرف انت بطيء وين وسريع وين، لان انت ممكن تكون سريع بشيء انا كنت بطيء فيه والعكس. بعد طالع القطعة هذه، جمع كل القوى اللي في اتجاه الاكس. يلا لا جمع، ما اقولك ما في، قول لي وين القوى اللي في اتجاه الاكس. فش تقول؟ سالب ان زائد، وتروح تدور واحدة ثانية ما راح تلاقي، صح؟ فتشيل الزائد وتكتب يساوي صفر، فتطلع عندك سالب ان تساوي صفر. سالب اي شيء يساوي صفر، اذا هالشيء يساوي صفر. زين، نفس الشيء بالاتجاه العمودي، الفي صاعدة، في شيء نازل؟ في شيء ثاني صاعد زين غير الفي؟ خلاص، اذا بس المجهول صاعد وقاعد تسوي سيجما تساوي صفر، اذا المجهول هذا يساوي صفر. اي خمسة يبقى؟ خمسة قدم، هذا الطول خذيتها، هذه أنا طالع بالمعادلة الأخيرة.
اخذناه. ها؟ المومنت ما اخذناه. ادري. ابي اشوفكم منتبهين ولا لا. ليش ما استخدمت الخمسة؟ وين القوة اللي تنضرب بالخمسة؟ انا قاعد ادور حوالين اي نقطة؟ بي. بي قاعد ادور هني. حلو. كم قوة جاء شايف؟ شوف شوف السؤال. كم قوة شايف قدامك على هالقطعة تقدر تدور حوالين البي؟ سمعت سؤالي؟ كم قوة شايف انت على القطعة هذه تقدر تدور حوالين البي؟ هو قال 70. قال واحدة اللي هي 70. 70 شنو هذه؟ هذه مومنت مو قوة. لو كان في مثلا سهم هني سهم كذي كان استخدمت الأطوال هذه. إنزين السبعين خذيتها مثل ما هي ما غيرت فيها شيء. ليش؟ لأن هي جاهزة مومنت ما أضربها بشيء. أخذها كما هي بس أدير بالي إن اتجاهها موجب أو سالب. تمام. خذ سؤال بعد. يلا يينا عاد على مستوى الأسئلة اللي ممكن تنسألها. يبي منك عند الـ A وعند الـ B. يلا قول لي ايش رايك عند الـ A تاخذ الجزء اليمين ولا الجزء اليسار؟ الـ A اخذ اليسار. غيره؟ لا 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 قص وقرر اي جزء راح تاخذ بعدين اشتغل. اخذ اليمين. اذا قصيت عند الـ A تاخذ الجزء اليمين؟ لا. تخلص باكر. لا انا قاعد اتكلم على الاي. اليسار اكيد راح تاخذ. شوف مو غلط انك تاخذ اليمين لكن العقل والمنطق يقول ليش تروح تعب نفسك اخذ اليسار. فلما تقص هني تدرس القطعه هذه. هذا شكل الجسر بعد ما حسبنا الرياكشنز احتياطا لأن ما ندري راح ناخذ اليمين ولا اليسار. بس اذا انت عرفت راح تاخذ مثلا اليسار هالخطوه لا تسويها الحين. يمكن راح تسويها حق البي. اكيد راح تسويها حق البي هالخطوه هذه. اكيد راح تسويها حق البي ما راح تسويها حق الاي. شوف شوف زينها. اسال نفسك الثلاث اسئله. في قوه مايله. ما اشوف قوه مايله. في قوه موزعه. كم قيمتها وموزعه على ايش كثر؟ 100 على 2. لا 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 القوه المايله. القوة عفوا الموزعة. الرقم مو مكتوب هني. الرقم هني كاهو. هذه الامية مالت المومنت. 25 موزعة على 2. موزعة لا تقول 25 على 2 لا تقولها كاملة. اخاف تقول 12 ونص. صح لان قاعد تقول 25 على 2 هي لا. انت راح تكتشف هي 25 ضرب 2. 50. فهذه لازم تركزها. كم قيمة التركيز؟ قيمة التركيز إيه هي مساحة القطعة هذه بس مو تروح تركز الأصل. تركز هذه بس كم؟ مساحة هالشكل. الطول هذا اللي متوزع عليه ضرب الرقم اللي فوق اللي هو 25. 2 ضرب 25 فتنزل 50. لاحظ أن أنا ما حطيتها بالنص لأن الإيه هني ترى. فهذا تقريبا نص هذا. يعني هالقطعة هذه زيادة شوية. زين فانت تركزها بالنص يعني المترين صارت متر متر مثل ما انت شايف. ها في شيء مايل؟ لا بس. في مجاهيل غير الثلاثه اللي تبيهم؟ لا. لا يلا. سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما ام. سيجما اف اكس كم؟ ان شو تساوي؟ ان راح تساوي صفر. صفر. مقتنعين صفر ولا بس لانه قاعد قدام وشاطر ويعرف يعني؟ لا ما في قوه. ما في قوه. تمام. يعني في شغلات حتى ما في داعي تكتبها على طول. لو تكتب الحين ان تساوي صفر صح اعطيك درجه ما فيها شيء. زين مو تطنشها تقول انا ما كتبتها لانها تساوي صفر. تمام. فان تساوي صفر. انزين من يقول لي الواي كم تساوي؟ 50. الفي تساوي كم؟ سالب 50. سالب 50 دير بالك. انزين الام شو تساوي؟ هذه بلا حسبه. شلون تحسبها؟ قول المعادله. زين قبل لا اطلع لك اياها على الشاشه. اكتب مومنت. قول لي خمس شنو؟ سالب 25. واحده 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 قاعد يجاوب شباب خلينا ننتبه بالترتيب. المعادله تقول سيجما ام حوالين الاي تساوي صفر. شلون راح تكتب اول شيء؟ ام ام زائد موجب ولا سالبه قبل لا تكمل؟
ام هذه موجبه ولا سالبه؟ موجبه. خلاص ام الموجبه زائد، الحين عاد نبتدي شو نقول؟ زائد سالب 25 ضرب 2. سالب 25 ضرب 2 ليش سالب؟ اوكي ها المومنت 50 سالب. 50 سالب شنو الجواب ولا المومنت ولا ابي الخطوات؟ قلنا الام موجبه تنزل مثل ما هي. ناقص 100 زائد. انا بعرف ليش ناقص. ناقص 100 من شنو ال 100 هذه؟ المومنت الثانيه. حلو الام المجهوله ناقص 100 بعدين زائد 25 ضرب 2 صح. كمل ضرب واحد. اي هذه القوه اللي انت قلتها القوه بس ضرب المسافه واحد. اوكي بالجواب النهائي ما راح تفرق لكن لما طالع ان انت ناس الواحد ني الغلط دير بالك. تمام موجب 50 سالب 50 بالمعادله لكن لما توديها الطرف الثاني تصير موجب 50. زين عند النقطه بي انت تحتاج الرياكشن هذا نفس الشيء الحين لابد انك انت تركز هذه. تمام وعقب ما تركز هذه تكتشف ان ما في شيء مجهول ثاني غير الثلاث مجاهيل هذه اللي هي الان والفي والام وتطبق سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما الام. زين خلينا نشوف السؤال. هذه الرسمه شباب شبيهه جدا نفس رسمه اذا عندك طوفه هني والحمل كذي ترى نفسها بس اللهم من تحت مرسوم فممكن انت تتخيل هذه ان هي كذي والرقم اللي فوق هني 6 كي لكل قدم. 6 كي اكسر يلا دش دش دكتور ما تفرق اذا قلبنا. لا لا انا انت لا تقلب شيء بس تدير بالك يعني شوف هذه الاسهم ليه تحت. الحين ابي النقطه A والنقطه B ايش رايكم؟ لازم ما يخالف ما يخالف بس انه قصيت عند الاي او عند البي. ابي اقص عند الاي اخر الجزء اليمين ولا الجزء اليسار؟ اليسار اليمين. شلون؟ اليمين. اذا خذيت الجزء اليمين انزين يعتبر اسهل شوي بس شنو لازم تسوي؟ لازم تطلع الرياكشن لازم تطلع شوي اسهل ترى مو وايد شوي اسهل راح تطلع الرياكشن. فهذه الرياكشن مالت الجزء اليمين وفعلا الجزء اليمين وايد اريح. زين السؤال الحين هذه كم؟ مو القوه هني صفر وكل ما تمشي كذي تزيد كم توصل؟ لا تقول لي 6 لان هي 6 على بعد كم؟ 30 على بعد 20 كم؟ هل اكثر من 30 ولا اقل من 30؟ أربعة. راح تكون أربعة. وعلى بعد اثنين أو على بعد العشرة الأولية اثنين يعني العشرة الأولية اثنين أربعة ستة لو أمشي بعد عشرة ثمانية يعني كل عشرة تزيد اثنين. فهذه هني راح نحسب الحين مساحة المثلث هذا صح علشان الركزة. احنا قلنا ما نقدر نطبق المعادلات حق المجاهيل اللي انا للحين ما بينتهم على الشاشه الا قبل لا شنو اركز كل القوه هذه واذا كان في شيء مايل ابطله. شلون اركز المثلث هذا؟ احسب مساحته علشان تعرف مساحه المثلث لازم تعرف ارتفاع المثلث وقاعده المثلث. قاعده المثلث كم؟ 20. 20 واضحه المكان اللي انت قصيت فيه. ارتفاع هذا هو السؤال اللي سالتك اياه توقع هذا كم؟ طبعا مو توقعت شيره لازم تعرف تحسبه. أربعة فعندك مثلث 20 وفي أربعة شلون تحسب مساحته؟ نص ضرب الأربعة ضرب العشرين يعني يطلع الجواب 40 آخر شيء. وهذه قيمة السهم والسهم هذا وين ينزل؟
وين مكان التوزيع؟ بالمستطيل كنت تحطه في النص، في الثلث الأول. الطول كله 20، فلاحظ هني شنو هذه؟ ثلث العشرين، يبقى لك شنو؟ ثلثين العشرين. عاد اللي يطلع، لاحظ ان انا ما ضربته وطلعت بالرقم بالآلة الحاسبة. ليش؟ لان لو تضرب الحين ثلث ضرب 20 كم يعطيك؟ كم يعطيك؟ 6.7. 6 فاصلة ارقام. لكن لما تكتبه بهالطريقة، وهذا هو الطول اللي تستخدمه اذا بغيت تستخدمه، اذا بغيت تستخدمه تكتب هذا. زين من يقول لي هذا لو مو ينكتب 2 على 3 ضرب 20 يعني شنو اكتب؟ 13.3. لا 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 لا، ابي بسط مقام. 40 على 3. تخيل ان هذا هو الطول، 40 على 3. تبي تستخدم هالطول لما تحطه في الآلة الحاسبة، حط 40 على 3، لا تحط الفواصل، لان انت انسان مجتهد، تاخذ 4 ارقام بعد الفاصلة. اللي يمك سريع ياخذ رقمين، فلان معقد ياخذ كل اللي قدامه على الشاشة. كلكم تقدرون تتجنبون هالشيء اذا خذيت بسط مقام، لان هذا الشكل مدفون فيه فواصل ما لها نهاية، اللي هاي بالعين مش انزين. من يقول لي هذه شنو؟ كم رقم عقب الفاصلة فيها بالصج؟ شفت انت تعرف انها هي 3.14، عدد الارقام ما بعد الفاصلة لا يحصى. 22 على 7. ايه هي 22 على 7؟ فشفت 22 على 7، كنك كاتبها من اول رقم الى ما لا نهاية. تخيلت انت القوة اللي عندك لما تحط بسط مقام. فعلشان كذي اذا طلع عندك الجواب او شيء بالمعادلات بالحل طلع عندك شيء بسط مقام وشكله مقبول، خله زين. مثل هذه 20 على 4 او 30 على 4، 40 على 3، زين خلها واستخدمها، شو المشكلة؟ زين، هذه هي القوة الداخلية. راح اطبق سيجما اف اكس عليها وسيجما اف واي وسيجما ام. زين، الحين اذا بقص عند البي نفس الشيء، كم الارتفاع هذا؟ 2. فلما اي اركز نص ضرب الاثنين اللي هي الارتفاع هذا ضرب العشرينة اللي هي طبعا ضرب 10، هذا خطأ يا شباب، هذه 10 تمام، ضرب 10. فلما اي احسب سيجما اف اكس وسيجما اف واي كاهني ضرب 10، وهني هم ثلث العشرة وثلثين العشرة، كاي عشرة مصلحة هني. زين، كذي نكون غطينا الأمثلة. وهذا أنتم تدرون أن هالشيء راح موجود عندكم بالويب سايت، الفايل هذا موجود PDF، تقدر تطبعه وتقدر تخليه عندك كيفك، شيء راجع لك. أي سؤال؟ في أي سؤال؟ أوكي.